الأهلي ثم الأهلي ثم الأهلي. اعتزازنا بفريق زي فريق النادي الأهلي مش من فراغ، لأنه ببساطة هو عراقة وأصالة. اسم الأهلي يكفي أن يكون فخر لكل محبيه وجمهوره في كل مكان. امبارح طبعا كلنا قضينا ليلة وتابعنا نهائي دوري أبطال أفريقيا في نادي القرن وفريق الوداد المغربي على استاد القاهرة. انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. خليني أقول أنه اللي تابع المباراة كان هناك أداء رائع في سيطرة على المباراة من النادي الأهلي طول المباراة تقريبا. يعني كان الأهلي يقدر يحقق فوز كبير وأكتر من هدفين بكتير، لكن دحل كرة القدم. مباراة كانت قوية، كانت حماسية في حضور أكتر من 50,000 مشجع أهلاوي. فوز مستحق ومبروك للأهلي وجماهير الأهلي، وعقبال إن شاء الله الفوز في مباراة العودة الأسبوع القادم بإذن الله. عايزة أقول حاجة صغيرة قبل ما داليا تهني برضو هي كمان، إنه امبارح الاستاد كان فيه أكتر من 50,000، تقريبا كان في حدود 70,000. كل اللي راحوا الاستاد وكل اللي عرفهم قالوا إن إحنا محسناش بالعدد ده. التنظيم كان رائع، الدخول والخروج، الناس اللي قاعدة بتتابع المباراة. انتوا متخيلين رقم 70,000؟ يعني المنطقة المحيطة بالاستاد، انت بتتكلم على مدينة نصر، بتتكلم على مصر الجديدة. في الأوقات العادية لما بيبقى فيه الأرقام دي الدنيا كانت بتقف خالص، صح، وحدش لا يعرف لا يروح ولا يجي. يعني ده رقم بيبقى أقل من كده، الحفلة الواحد من المطربين بتلاقي الشارع واقف. امبارح كل اللي أعرفه في مصر الجديدة ومدينة نصر قالك احنا ما حسيناش بحاجة، الدنيا كانت سلسة جدا، كل حاجة كانت رائعة. بيقولوا لك بقى يعني كمان انه المرور كان تواجد كبير جدا، سهلوا الموضوع. ايضا عايزة اقول انه التواجد الامني وحماية العدد ده وان الناس كلها قاعدة ومستمتعة كان برضو مهم جدا. وعلى فكرة ده مش ساعة المباراة، هم بادين من قبل المباراة بكتير، فيعني كل التحية وكل التقدير ان الأجهزة الأمنية والأجهزة الشرطية ورجال المرور ان هم بيساعدوا المواطن انه يستمتع وانه ما يحسش بأي معاناة. وكانت يوم صراحة المشهد كان رائع. هي دلوقتي بقت رحلة يا رشا، الناس كلها بتروح من بدري جدا تقول بقى هنقعد ونستمتع ونتبسط. صحيح. برغم ان الجو حر الا الناس بتروح وتستمتع. بس بالليل كان لطيف والله. صح، امبارح بالليل كان فعلا الجو حلو جدا. اتمنى دايما يا رب ان احنا نكون مبسوطين وسعداء، وبالتاكيد مبروك لمصر ولجمهور نادي القرن النادي الاهلي. والحقيقه يعني ان كل اللي رشا قالت عليه ده يستحق فعلا الاشاده، واللي فعلا يستحقوا بقى ان احنا نقعد نشكرهم كتير جدا هم الجماهير اللي كانت ماليه المدرجات. لو كلنا تابعنا امبارح ما كانش في كرسي فاضي، كل الناس كانت موجوده عايزه تشجع علشان تتبسط وتفرح، وفي الاخر الحمد لله الناس كلها مشيت فرحانه. كل ده الجماهير دي كانت موجوده من قبل الماتش ما يبدا بساعات كتيره جدا عشان تؤازر وتشجع اللاعبين في مباراه مصيريه، وقدر الاهلي ان هو يحسمها الحقيقه باداء قوي جدا ويشرف ويخلي الجماهير سعيده ومبسوطه، مش بس اللي في المدرجات كمان اللي قاعدين في البيوت. لعيبه الاهلي امبارح كانت رجاله، وتحديدا نتكلم عن النجم الشاب الموهوب مصطفى شوبير اللي نجح ان هو يتصدى لاكثر من هجمه خطيره لفريق الوداد المغربي. وان شاء الله كل اللاعبين يكونوا على قدم وساق كده ويكونوا قد التحدي زي ما هم معودينا دايما. وامبارح الاهلي قدر ان هو يحسم المباراه بثلاث واربع اهداف مرتاحين جدا، كان ممكن جدا ان هو ينجح ويسجل الاهداف دي، ولكن في كده نقدر نقول حظ، في سوء تقدير ايا كان اللي كان ايه، لكن كنا نقدر ننجح بعدد اجوان اكتر من كده بكتير. ولكن الحمد لله احنا مبسوطين جدا، ان شاء الله نتمنى لهم الفوز والتوفيق عشان الاهلي كمان لما يلعب المغرب المره الجايه هيلعب 90 دقيقه مصيريه يمتعنا فيها بلعب راقي ومحترم ويخلينا كلنا مبسوطين وسعداء، وان شاء الله نشوفه وهو متوج بابطال افريقيا ويكون دوري لرقم 11، كلنا نكون مبسوطين وسعداء ونحتفل وننزل الشوارع ونملى الدنيا ونرفع اعلام النادي الاهلي اللي دايما بيفرحنا وبيسعدنا. بالتاكيد من هنا بنقول لهم كل التمنيات بالتوفيق، وان شاء الله تعملوا المباراه الجايه احسن من كده.